الحديث مع الدكتور ربيع الخياط ذو شجون في فن اكتشاف الذات من الخط والتوقيع. جلسة جميلة ودردشة حلوة. نستكمل اللقاء. انه متى يبدع عبد الكريم؟ متى يبدع ناجي مثلا او حسين؟ متى الابداع هنا يكون عند الاثنين؟ عبد الكريم ميزته ابداعه فوري. ها؟ فريش. خلاص؟ لكن لو حسين مثلا هو ناجي، لا، الابداع عنده بعد ما يفهم ويحلل يجيب لك شيء فانتاستيك، يعني شيء ما احد يقدر يجيبه. ها؟ 100%. شايف؟ ليش؟ لانه ايوه، ليه؟ لانه هو اساسا ما حب يتسرع، وهذه هنا تيجي مقارنه في القرارات. كمثال ناخذ هذه، يعني عددنا في القرار. فاتخاذ القرار عند ابو حسين وعند مثلا ناجي مو سهل. لازم يعني اضرب له 100 حساب عشان اتخذ قرار. ما في استعجال. انت لا، في عندك موجود 60 70 والدليل المشروع اللي وافقت عليه ما ادري بكم. شايف؟ شايف؟ لا، هي الميزه هنا في فين الميزه عند عبد الله، اخوي عبد الله، انه هو في عنده الحدث. هذه الميزه اللي فيه. طبعا الحدث موجود عند محمد، موجود بس باقل. الناجي موجود بس باقل، لانه الناحيه اللي عند الحذر عالي عند ناجي، وعند عبد الكريم عالي جدا الحذر. هذاك اللي هي نعم العقل. ايوه الناحيه العقلانيه والناحيه المنطقيه تكون اكثر في النقطه هذه. فبالتالي يعني هذه الفروقات. فهنا الابداع، شوف متى يظهر الابداع بعد الدراسه، تكون فيه ابداع. يعني هنا دكتور يظهر ابداعهم مرتب، ونحن مثلا من غير ترتيب، مفاجاه او ايوه. هي هذه قدره الانسان، لانه هو احيانا يحتاج النقطه هذه، لانه انت الميزه فيكم مثلا، انت القرار بالنسبه لك كل شيء، يلا ابوي وقع يا رجال، هي ماشيش فيها. لكن ابو حسين عشان يوقع يعني حياخذ فتره طويله، وهو حيتعب، وهو في المقابل، وانت كذلك ناجي حيتعب في الموضوع هذا. يعني الان التحليل طلع من الخط ولا من التوقيع؟ هذا سؤالين يعني، علشان ما انساهم. بس يعني هل يختلف التوقيع عن الخط، ولا مرتبطين يعني مرتبطين ببعض؟ طبعا احنا عندنا الاصل هو الاسم، الاصل هو كتابه الاسم، وبالتالي كتابه الاحرف. ايوه، كتابه الاسم كامل يعني. وبالتالي انا دائما لازم اطلب الاثنين مع بعض. ما التوقيع بالذات ما اعتمد عليه كثير. جميل. لانه في امكانيه انه اي واحد يسوي له شخمطه يقول هذا توقيعي. صح. لكن اسمك ما حتى يعني ايش حتكتب لي؟ انا اسمك محمد، اسمك عبد الله، حتقول لي والله اسمي. هل هو لازم الاسم ولا لو انا اكتب جمله؟ اي لا اي شيء، بس احنا دائما نطلب الاسم. انا اطلب الاسم دائما في التحليل اطلب الاسم، لانه ما بدك تتكلف فيه. ما بدي تتكلف فيه، يعني يخرج على طبيعته. طوالي مثلا بتكتب اسمك وانت مغمض، متعود عليه. اي متعود عليه. لكن لما اقول لك اكتب لي بسم الله الرحمن الرحيم، او اكتب لي مثلا اي، فتقعد والله لان الذبذبه ما انت متعود عليها. صح. ما انت متعود تقول الحمد لله رب العالمين دائما، حتكتبها بطريقه معينه. لكن لما اقول لك اكتب لي اسمك، اول شيء اكتب لي اسمك مباشره، فما ما ما القضيه ما فرق معك. اكتب اسمك وانت مغمض، حتى توقع وانت مغمض ما عندك مشكله. فهذه هي الفارق في بين انه انا في التوقيع، لانه التوقيع حصلت هي يعني مواقف كثيره في التوقيع. يعني بعض الناس يعني حصل موقف، كنت مع واحد شوي يعني هو يعني ف يعني ما اخذ من نفسه على الموضوع هذا، فقام جاء مقتنع بالعلم. ايوه قام جاء وقع كم توقيع، قال لي الله هذا توقيعي، يعلل لي بس شوف كذا يعني قضيه ايش. قلت له انا اقول لك يعني تحليلك هذه ولا واحد من توقيعك ينطبق عليك. معناته مو توقيعك الحقيقي. لانه هو ما كتب اسمه، الان بس بيشوف موضوع التوقيع. قلت له اسمح لي معليش، انا توقيعك هذه ولا واحد. طبعا هو تفاجأ، قال لا كيف؟ قلت اكتب لي اسمك انا احكم لك على التوقيع الان، هذا لك ولا مو لك. وفعلا كتب اسمه، قلت له شرحت له الموضوع يعني. فبالتالي انا ما اعتمد على التوقيع فقط يعني، الا بس يعطيني يعني تنبؤ عادي، يعني صوره معينه، بس ما ابني عليها ولا احلل للشخص. جميل. واذا حللت للشخص
اقول له سمحت ترى الكلام هذا التحية على التوقيع ممكن يكون غلط، ما تاخذ كلامي لا تغير توقيعه اي تغير مو بقول لك اي. فبالتالي اقول له انا ححلل لك بس انا ما لا تحكم لي، اكتب لي اسمك انا اعطيك النتيجه، لكن التوقيع فدائما احب دائما قبلها بالذات بالتوقيع اقول له لو سمحت ترى ممكن اقول لك كلام غلط، اقول لك انا قلت لك البدايه في النقطه هذه. سؤال شباب اي سؤال لا 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 تفضل. الان الخطاطين اللي يكتبوا حسب القواعد يعني الرقعه تنكتب رقعه مده يعني طول الحرف ثلاثة نقاط ومش عارف ايه هذا برضو يتحلل؟ ممتاز. يعني الخطاطين هذا السؤال طبعا كنت يوم السبت في دوره وكان معانا خطاط موجود يعني فحاضر الدوره معانا مع شركه من الشركات من ماليزيا هنا فهو كان يقول لي انت لازم تفهم قواعد الخط عشان تحلل. قلت له ما يحتاج، انا بالنسبه لي كمحلل ما احتاج افهم قواعد الخط لانه اساسا اللي بيكتبوا ما هم متمكنين في الخط فبالتالي ما احتاج افهم قواعد الخط. فسالني نفس السؤال طيب قالوا لي طيب كيف تعرف فرق الاخ؟ قلت كل خطاط له ذبذبه خاصه لانه هو لما يكتب انا ما بطالبه وبالتالي نفس القضيه خطاط يكتب لي اسمك اسمه بسرعه خلاص كاركتر موجود بيخرج مباشره، لكن لما يبدا هو بيحط لي مثلا كلام اخر حيبدا يحسن فيه. فبالتالي كل الخطاطين في الظاهر هم متشابهين لكن في الخط الذبذبة الرئيسية البصمة حقته لا يختلف سواء في الرقعة أو في النسخة أو غيره هيختلف. تكلمنا على النصيحة الأولى مثلا قلنا لأخوي أبو حسين يعني حتى نقوي عندك جانب الإبداع حتى نحاول أن نقلل عندك من الغضب الداخلي الموجود ايضا في امكانيه انك انت لازم تحاول في المقابل انك انت تخش في برنامج هذا وان شاء الله بيتحسن امورك. تحاول طبعا قدر المستطاع انك انت تعود نفسك على المجازفه والمغامره. اي صح. عود نفسك جازف ما مشكله في قضيه بسيطه جازف غامر هذه يعني هي مو قضيه في عدم ثقه في النفس لكن بتعطيك انك عندك قدره انك انت تتخيل اكثر. طيب انا خلينا جازف المره هذه واسوي هذه خلينا نشوف ايش يصير يعني هو يعني يغامر وجازف في القضيه هذه. عبد الله يعني من نصيحته انه هو ايضا يبدا يهتم بالناحيه التنفيذيه اكثر لانه هو يعني شخص من ميزته انه هو صاحب افكار لكن حاول انك انت تشتغل على نفسك في الناحيه التنفيذيه يكون لك برنامج خاص بك تنفيذي يعني يطور من مهاراتك اكثر يعني خاص بك لانك انت ما بدي اطول في كلام كثير انا عندي مورود حقيقه بس ما لانك انت في عندك حالات كثيره بس اقولها بصفه اخرى انك ما بدي اقولها انك انت كسول لكن انت نقولها هذا الضعف اللي مورود يعني يحتاج انك انت تكون ناحيه تنفيذيه اكثر اهتمام بذاتك تهتم بالاخرين اكثر من نفسك. اخوي عبد الكريم طبعا لازم تبدا هنا قضيه مهمه جدا الانبساطيه الرائعه هذه ينبغي انها يكون لها حد عشان ترتاح لذاتك لانك انت في المقابل قد توصم انك انت انسان بين قوسين ملقوف بين قوسين قد توصم بال شايف فلما اقول لك يعني هذا قد فلذلك التلقائيه الزايده احيانا لها سلبيه وايضا الرجعه او الانسحابيه ايضا لها ايش لها سلبيه فتحاول انك انت تكون انك انت انسان تستطيع انك انت تعود نفسك في اوقات انت اللي يعني تكون صاحب الموقف. انا الان انبساطي وانا الان انسان انطوائي لي قيمتي وانا الان منفتح جدا من هذا النوع تعطيك نوع من الانطباع الجميل للداخل. انت تقول لي ممكن تقول لا والله انا بالعكس انا كده مبسوط جميل بس انت لازم احنا ما نتكلم على الان نتكلم على بكره نتكلم على بكره لانه انت عندك فريق وعندك ناس وعندك كذا انك انت مين معقول حتبقى طول عمرك في الكاركتر هذا تقول ابى اطلع طيب يعني مين معقول طول الوقت انا بكون في الكاركتر هذا اذا انا حظلني على هذه الصفات ما اقدر في الكاركتر هذا حكون هنا في المربع طيب وايش المربع اللي فوق ما حقدر اوصل المربع اللي فوق طالما انا فلازم ان انا ايش اعدل حتى وان كان هي جزء منها ايجابيه لا معلش اعدل اكثر حتى يعني حتى يعني عندك تقوى عندك زي انت الان عندك الحس القيادي موجود الحس القيادي موجود لكن نبغى نطوره اكثر ناجي باقي ناجي اخوي ناجي طبعا بالنسبه لك انت يعني احتاج منك انك انت النزعه العاطفيه اللي عندك تقللها شويه انك انت عاطف النزعه
منطقي وعاطفي في نفس الوقت. فالنزعة العاطفية المولودة هي أوكي جميلة جدا، بس إنك تحاول إن قدر المستطاع إنك أنت تتغلب شوية على العاطفة مع ورودة المنطقية، إنك أنت نزعتك عاطفية أوكي كمنطق إنسان منطقي جدا منطقي، بس تحاول الناحية العاطفية هي اللي مسيطر عليك في الداخل، في الخارج يعني في منطقية موجودة في التعامل، لا ما نسوي لا، بس في الداخل هذه العاطفية هي جميلة جدا، بس هي مؤثر عليك في الداخل أكثر، ما يؤثر عليك في الخيارات أي في الخارج أكثر. فأتمنى إن شاء الله إنك أنت يعني أيضا تنمي عندك جانب الخيال أكثر والإبداع أكثر، تحاول تنميه أكثر، اللي هو يعني لا تحاول دائما تكون معطر بمربع المربع ما تخرج عنه، وإنما لا شوف الدائرة ميزتها إنها تحوي الجميع. أبو صالح خليني أسألك بجانب ثاني غير جانب عبد الله السكيتي المنشد الرمز المعروف يعني بأعماله وبإنتاجاته، أنا بسألك عن الموزع المهندس عبد الله السكيتي. أبو صالح سجنوا عندك شيلات، سجنوا عندك يعني ثقافات وألوان في الفن نفسه، يعني ممكن يجيك واحد والله فنان سجل عندك، يجي عندك شيلات شعبية، يجي عندك مثلا أوبريتات إلقاء شاعر قصايد، ما تأثر على إذنك كفنان أنت؟ بالعكس أنا أشوف أنه تزيدني ثقافة وشمول، يعني إني شوف لما يجيك جميع الأنماط ممكن أستفيد من هذا نقطة وهذا نقطة وهذا نقطة، بالعكس أنا أحاول أجمعهم. صحيح إني أتأخر بإصدار الأعمال، باب النجار مخلوع يعني أنا أنجز أعمال الشباب بس ما أنجز أعمالي أنا، بس الحمد لله مستفيد منها، مو معنى أني مو مستفيد يعني استفدت لا أن فتح الاستوديو بزنس، لا فائدة يعني مادية ولا فائدة فكرية لي أصلا، بغض النظر عن مستوى اللي يجيني مستوى عالي ولا مستوى نازل. تنزعج من بعض الأعمال؟ بالعكس بالعكس، إذا كان هو جيد استفدت منه، إذا كان هو سيء عطيته وأفدته يعني، فهي بالحالتين أنا أشوف أنه جيد. طيب واحد والله أنت حاول تعدله تعدله ما تعدل، جاك واحد بيأدي عندك نشيد، فهذه كثير تحصل، هل أنت من الناس اللي بين قوسين المهندسين اللي سلكون ويوزع ويطلع، ولا أنت تقول والله اسمي بيطلع معك كموزع ما أشتغل، ولا تشتغل سامبلر عشان ما يوضح من المهندس؟ لا قبل كان عندي هالثقافة الصراحة. ثقافة إيش؟ يعني يمكن وصلت المرحلة من مراحل ملل أني أمشي أو أسلك على قولتك، لكن الآن الحمد لله لما يعني وعيت بثقافة التعليم، لأن أنا مؤمن ومقتنع أن هذا علم اكتسبته الحمد لله بنعمة وفضل من الله عز وجل، يجب أن أؤديه لمن لا يعلم. حلو. يجب يعني. فبالعكس الحمد لله شوف الحين أني أحاول وأشد على اللي عندي، طبعا على حسب نوع مستوى الخطأ اللي عنده، يعني إذا كان لا يعدل ولا يعدل ولا كان شيء بسيط ولا كان شيء والله واحد على قولتهم بالعامية ما فيه عباية، يعني ما يمكن تعدل فيه، شو بتسوي؟ ما أكمل معه والله. في واحد قلت له إيش قلت له؟ قلت له أرجوك خذ فلوسك ولا تسجل، أرجوك كذا قلت له. تحطم. قلت له إيه لا مو عن تحطم، أنا قلت له شوف، قلت كل إنسان ميسر لما خلق له. أنت عندك هالفلوس هذه جمعها وافتح فيها مشروع أفضل لك من اللي أنت قاعد تسويه. إيش ردت فعله؟ ردت فعله قال لا أنا مقتنع بما أسويه وراح أسجل. هنا أنا خلاص أنا فاتح الموضوع، أنا بيع لك يعني. إيه أنا فاتح الموضوع بزنس، أنا بيع لك بالبقالة ونصحته ما إيه مثلا أنا عندي مثلا في البقالة مشروبات غازية مثلا أنت عندك هشاشة عظام، أنا أقول لك إذا أنت عندك هشاشة عظام ترى ما ينفع لك المشروبات الغازية. تقول لي أنا والله أنا ماني مسؤول أبغى خلاص تفضل، صح ولا لا؟ لأن لو ما بعت عليه خسرت. صح. وسجلت وسجلت له وطلع باسمك العمل؟ وطلع باسمي، طلع باسمي كتنفيذ وتوزيع، لكن خلاص اللهم بلغت اللهم فاشهد، يعني نوصل لمرحلة أنه هو ما قدر يعني يضبط من نفسه ويعدل نفسه، صح شك والله. طلع بصوتك الفوكل بصوتك يعني صوت عبد الله الموزع ولا أنت والله؟ لا أنا عارف حركاتي. وش سويت؟ لا طبعا هذيك طلبه أصلا كان سامبلر بغض النظر، يعني ما في وجود أصلا الآهات. احاول قد ما اقدر معه، ما اغشك انا ما اغشك اقول لك والله يا بلف ودور عليك، بالاخر انت بتاخذ عمل يعني اعجبك ما اعجبك انت باخذه اصلا.
لا جميل. طيب ابو صالح سؤال بعيد، لكن انا لابد اتفاعل مع الشاشه مع الجمهور واقول ابو صالح موقف اثر فينا كلنا، يعني طاقم العمل المصورين اللي في المطعم برضو تجمهروا على لما عبد الله السكيت انتهى من المطعم بدا يلم الصحون في الطاوله، والطاوله برضو اللي جنبنا كانت مع طاقم العمل اللي هو بقايا الطعام. انا ودي تعطيني وش المبدا وش القناعه اللي عند عبد الله السكيت. والله ما في، انا اللي وجهه نظري ان اللي سويته هذا المفروض نسويه، يعني ما سويته انا اكثر هذا المفروض نسويه. حفظ النعمه واجب علينا سنت. واجب علينا. طبعا هو بعد ما حصل من موقف، يعني شفت كنت اتعشى في مطعم انا والاهل، فالعامل شال كل اللي في الطاوله، كان في الطاوله ما لذ وطاب من الاطعمه والله العظيم، لدرجه اني لو ما طلبت انا طعام واخذت اللي موجود كان كويس. يعني في اشياء جديده على وضعها فرماها كلها في الزباله، فقلت له لو سمحت يعني نادي للمدير، نادى لمدير المطعم فسالته قلت ليش الوضع هذا، قال سياسة المطعم ونظام المطعم ممنوع أننا نسيب أي أكل. أنا إلى الآن متفاعل وزعلان يعني. قال لي أفهمك ليش؟ قد يكون واحد من الموجودين يعني أكل عنده مرض معين، عنده حساسية معينة، عنده فمن الخطر أني أنا أجهز أي طعام وأرميه أو أني أعطيه قصدي أي أحد، أتخلص من أي شيء فوق الطاولة. فلازم للأسف يقول، فهو يقول أنا ماني مسؤول، أنا مو أنا اللي طلبت الطعام، صاحب يتحمل هو إيه الزبون هو اللي طلب. فأنا هنا كذا سكت، فمن بعدها بديت أقنن طلباتي، أسأل أولادي أو اللي معي في المطعم وش تحتاجون بالضبط. نحتاج كذا خلاص، احتجتوا زيادة إحنا موجودين في المطعم. الشيء الآخر لما يكون بوفيه مفتوح أخذ قدر حاجتي بالضبط، خلص الطبقة وارجع مرة ثانية. في بعض الناس يقول لك لا اجمع كل شيء واجلس بالطاوله ما يصلح اني اروح واجي، لا لا بالعكس، حبه حبه هذه. والشيء الاخر اني بعد ما انتهي يكون فيه عندي نوعين نوع للطيور اللي هو بواقي الطعام. هذا مره تقول والله انا طلب طعام كنت مشتهي بس لما اكلت ما عجبني، ممكن ما اقول ما عجبني خلاص اشيله، ممكن يكون للطيور للاغنام للحيوانات. قسم آخر ممكن يستفاد منه نعطيه يعني أحد محتاج مسكين عامل أيا كان. فالحمد لله من فترة يعني اشتغلت على هالشيء هذا وحاولت أعود أهلي وأولادي على هالموضوع، وفضل من الله عز وجل مطمئن ومرتاح نفسيا. وبالعكس وأنا أقول لك وأوجه للسادة المشاهدين جميعا وكل الشباب اللي ذاك اليوم يعني كانوا معنا بالموقف، يجب علينا والله يا ناس حفظ النعمة أمر ضروري، يمكن الله يمحق بركة أعمالنا وأعمارنا بسبب فعل معين، سبب يعني وجبة بسيطة تركتها فوق الطاولة رموها في الزبالة. أحسنت أحسنت أبو صالح. قبل ما نختم اللقاء احنا كلنا متفاجئين بثقافتك ما شاء الله، يعني ما شاء الله في علم النفس، في علم الاجتماع، في الثقافة العامة، في الأمور الإسلامية الدينية، في الفكر، يعني احنا حقيقة نستفيد منك كل يوم. الله يبارك. وأنا شخصيا أحب أستفيد أسمع منك وكذا. أنت اندهشت كثير من بعض المسائل الفكرية أو علم النفس في الخط، علم الخط وعلم الخط، أشوفك مرة مندمج. وش اللي عند عبد الله من قناعة؟ والله اقتنعت إني أتعلم هالشيء اللي هو علم الخط. علم الخط لأنه قناعتي الشخصية أنه علشان تتعامل مع أي شخص لازم تفهمه، سواء صح. كان زوجتك، أخوك، أختك، صديقك، عامل يشتغل معك، موظف يشتغل معك، مديرك في العمل، أيا كان لابد تفهم كيف أتعامل معه، صح لازم أفهمه، كيف أفهمه في هالعلم. وناوي تتعلم؟ بإذن الله. والدكتور ربيع تواصل معه؟ بإذن الله. الله يسعدك. شاكر لك أبو صالح. الله يسعدك. تفضل حبيبي. Go, 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 Shabab! Go, 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 Shabab!